أنشئت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة العام 1945، وهي تتصدر منذ ذلك الحين الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الجوع في العالم. كونها من الوكالات الدولية حافظت الفاو على وجودها الراسخ في لبنان لمدة 53 عاماً، وخلال هذه الفترة تمحورت المبادرات التي قامت بها هذه المنظمة حول المساعدات المؤسسية والإنسانية والمساعدات الطارئة عندما دعت الحاجة، وذلك بهدف دعم الحكومة اللبنانية في إعادة بناء وتطوير القطاع الزراعي في لبنان. يعتبر مشروع تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية من أبرز المشاريع الواسعة النطاق والمبتكرة التي نجحت الفاو بإنجازها في لبنان. هذا المشروع ممول من قبل الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وهو يرمي إلى تحسين سبل عيش المجتمعات الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية. انضموا إلينا الآن في رحلتنا إلى المناطق الزراعية في لبنان لنكتشف معا كيف جنت الأرض والمجتمعات ثمار هذا المشروع التعاوني. أود في البداية أن أشكر الحكومة الإيطالية على تمويلها لهذا المشروع ولمشاريع أخرى، وأن أشكر منظمة الأغذية والزراعة العالمية على تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى. نتحدث في هذا الفيلم عن مشروع تقوية قدرات وزارة الزراعة والمزارعين في لبنان على تسويق إنتاجهم الزراعي، وبمبلغ مقدم من وكالة التنمية الإيطالية يقارب 2.888 مليون دولار في مشروع نفذته منظمة الفاو على مدى حوالي 3 سنوات، وفي إطار برنامج استراتيجي متكامل لوزارة الزراعة يؤمن الانصهار والتناغم بين هذه المشاريع وبين الاستراتيجية التي تم وضعها قبل 4 سنوات والتي وصلنا إلى مراحل متقدمة من تطبيقها. Ce projet est plutôt un programme avec ses 3 composantes et dont le double objectif, c'est d'accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur pour un développement économique national cohérent. Et d'autre part, c'est activer dans les actions de restructuration du secteur conformément aux exigences internationales telles qu'elles sont édictées par les différents accords et conventions. Agriculture for Italy is a long tradition and is an important voice of the internal product of Italy. The experience acquired, even from the scientific point of view, is shared with other countries. In particular in Lebanon, we consider agriculture as a priority sector, and we have established a very fruitful cooperation with the Ministry of Agriculture. سمح مشروع تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية بإعادة الحياة إلى الأراضي اللبنانية القديمة والمتنوعة من خلال 3 محاور أساسية. هدف المشروع لتعزيز قدرات وزارة الزراعة لتلائم مع المعايير الدولية وخاصة الاتفاقيات اللي مضيتها الحكومة اللبنانية أو في طورها تمضيها، وهذا الشيء كان من خلال 3 محاور أساسية: محور إنتاجي وصحة نباتية، محور تسويقي، ومحور سلامة الغذاء. أما التنفيذ كان كمان على 3 أصعدة: صعيد تحديث التشريعات والقوانين، صعيد تدريب كادر البشري، وصعيد تجهيز بالمعدات اللازمة. المشروع هو نموذج للتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعدة أسباب، أهمها أنه وزارة الزراعة يمكن ككثير من المشاريع تعاطت معه كشريك أساسي. فريق عمل وزارة الزراعة كان معني حتى بالمراحل الأولى لإعداد وثيقة المشروع
المشروع تنفذ بناء على حاجات وأولويات وزارة الزراعة من البداية. لقد سمح التدريب الذي وفره المشروع إلى توعية المزارعين اللبنانيين على أهمية سلامة الغذاء، وقد طال أكثر من 7000 منتج، وقد شاركت الوزارة وغيرها من الأجهزة في هذا التدريب. دربنا فريق الإرشاد بوزارة الزراعة على المعاملات الزراعية السليمة يلي حتى يقوم بدوره بشكل جيد، وبالتالي كمان درب المزارعين، وكل هالشي بهدف واحد هو تحسين نوعية المنتج اللبناني وتقليل الترسبات من المبيدات، وهذا بيسمح له أنه يصدر بشكل أفضل لبلدان الخارج. أنا من المهندسين الجداد بوزارة الزراعة. ساعدنا المشروع بتنمية قدراتنا الإرشادية والفنية، ومن ثم انتقلنا لتدريب المزارعين حول الممارسات الزراعية الجيدة والمكافحة المتكاملة للأفات عبر إقامة نشاطات إرشادية وتوزيع شرائط ومصائد للتخفيف من ترسبات المبيدات وتحسين النوعية. لقد تحسنت جودة المنتجات الزراعية وسلامتها بفضل الدورات التدريبية الخاصة بزراعة أشجار الفاكهة وممارسات الإنتاج السليمة في قطاع زراعة الحمضيات والتفاح وعنب المائدة، وبفضل تعزيز معاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل. أنا من موظفين جدد بالوزارة، من وقفتنا على الوزارة ساعدنا المشروع على تطوير معلوماتنا الفنية بما خص معاملات ما بعد الحصاد بوست هارفست من خلال القيام بدورات تدريبية داخل لبنان بالإضافة لجولة تدريبية خارج لبنان، وهالشي خلينا نرشد المزارعين وموظفي الخضار والفاكهة على اتباع التقنيات بالبوست هارفست. تابعنا المشروع بدورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اقتنعت الفكرة، توجهت دغري على البستان، طبقت كل المعلومات اللي أخذتها، لقيت نتيجة من أول سنة، فصار عندي إنتاج وفير وتحسنت النوعية والكمية، صارت الأسعار كتير جيدة. إن تعزيز قدرة وزارة الزراعة على ضبط ومعاينة اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من الأغذية في موانئ بيروت وعلى الحدود هو أمر غاية في الأهمية لضمان حصول المستهلك على منتجات غذائية آمنة ومغذية. ساعد المشروع بتعزيز جهاز الاستيراد والتصدير والحجر الزراعي، ونمى القدرات هذا الجهاز من خلال عدة نشاطات قمنا فيها. أولا هي وضع استراتيجية وطنية للصحة النباتية في لبنان، وتلقيها تشريعات وإجراءات قانونية اتخذت بهذا الموضوع، وكمان تم تدريب الكوادر البشرية، وكل هذه التشريعات وكل هذه النشاطات اللي قام فيها المشروع ساعدتنا لحتى نتماشى مع العولمة وتطبيق المعايير الدولية كانت للصحة النباتية وفق الـ IPPC المنظمة الدولية لقاعدة النبات، أو لسلامة الغذاء وفق معايير كوديكس أليمونتاريس الدستور الغذاء. بإطار تحسين الأمن الغذائي تعاونت وزارة الزراعة مع الفاو لتجهيز وتفعيل الدور على المعابر الحدودية. التجهيز تم عبر تقديم الدعم الفني والتقني من قبل المنظمة، وبالتالي توصلنا لمرحلة متقدمة وصرنا نعتمد أساليب للكشف صاحب عينات، أساليب حديثة متطورة ومطابقة لمعايير دولية. المشروع ساعدنا بإيجاد تجهيزات والتدريب عليها ومساحة بمكاتب تساعد في حسن سير العمل وزيادة الكفاءة في العمل. عزز المشروع أيضاً القدرات على صعيد المعاينة ومراقبة الجودة في مجالات أخرى من القطاع الزراعي، وذلك لتتماشى مع القواعد والمعايير الدولية. وما هذه إلا مقاربة جديدة تعتمدها وزارة الزراعة. نحن كنا بلشين من 2010 عم نفعل بالوزارة موضوع الكشف على المصانع الغذاء، كما ساعد المشروع بأمن تجهيزات ومعدات هي لازمة للقيام بعمليات الكشف على الأرض، وبهدف تعزيز سلامة المنتجات وزيادة قيمة الصادرات. نجحت منظمة الفاو في لبنان في إطلاق برنامج تتبع يسمح للمستهلك بمعرفة مصدر المنتجات الغذائية التي يستهلكها. جرى التنسيق مع مشروع تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية،
ونشغل على وضع اكسبورت بروموشن استراتيجي من ضمنها اقترح انشاء وحده بتمثل من الادارات الرسميه لنجاح الموضوع هيدا، ونوضع وتفعل موضوع ترينينجز بهالخصوص للمشاركه بالمعارض وتفعيل مشاركه المصدرين والتعاونيات الزراعيه، ونوضع اكسبورت جايد للحمضيات للسوق الروسي. قامت منظمة الفاو بتحسين الأنظمة الخاصة بالمبيدات والبذور والمشاتل والأسمدة، وذلك من خلال المراجعة القانونية وبناء القدرات. كما توسع التدريب ليشمل تحسين ممارسات موظفي المختبرات في مجال مراقبة جودة المبيدات وتحديد ترسباتها ومخلفاتها في الأغذية. على مستوى المبيدات نفذت الدراسة تم فيها تحديد نقاط الضعف والقوة بمجال إدارة المبيدات بلبنان، وبالتالي وضع خطة أثمرت عن تحضير مشروع قانون ومشروع مرسوم بيحترموا المعايير الدولية لإدارة المبيدات الزراعية، بالإضافة إلى تحديث نظام إدارة المبيدات الزراعية بلبنان، ووضع تطبيق قابل للتنزيل على الهواتف الذكية، وبأمن الوصول إلى قاعدة بيانات المبيدات الزراعية المسجلة في وزارة الزراعة. ساعدنا هذا المشروع على تدريب فريق العمل من الناحية الفنية والتقنية، بحيث أصبح المختبر كفرشيما على خطى وثيقة للحصول على شهادة الاعتماد 17025. من أجل تحسين نظام الصحة النباتية نفذت عمليات مسح وطنية للآفات وتحليل مخاطر المستوردات وتحديث لائحة الآفات الخاضعة للوائح، فضلا عن تنمية جهاز وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي، وقد ساهم ذلك في أنشطة زراعية أفضل وأكثر أماناً. نفذنا مع المشروع مسح نموذجي شامل لآفات الحمضيات واللوزيات، وكان أول مسح ينفذ بلبنان وبالمنطقة ويتطابق مع معايير الصحة النباتية اللي بتصدرها المنظمة الدولية لوقاية النباتات، وتم الاستفادة من نتائج المسح على ثلاث مستويات: المستوى التجاري، وفي تم توفير لوائح الآفات اللي حصلنا عليها للدول المستوردة للسلع الزراعية. المستوى الثاني الإرشادي عبر مشاركة فرق الإرشاد بالمسح واكتسابهم خبرة، وكمان توفير المعلومات حول الآفات الموجودة بمناطقهم على هذه المحاصيل لمساعدتهم على إدارتها بالمنطقة. على المستوى الثالث المستوى الحجري، تم الاستفادة من المعلومات اللي حصلنا عليها من المسح بتحضير لوائح الآفات الحجرية بلبنان، وتم ذلك كمان عبر تدريب موظفي وزارة الزراعة على إجراء تحليل مخاطر الآفات، وخلق فريق من الخبراء قادر على إجراء هذه العملية. من أهم نتائج مشروع مسح آفات أشجار الحمضيات واللوزيات بلبنان أنه كان في تعاون وثيق وفعال جدا ما بين فريق عمل وزارة الزراعة وفريق عمل مصلحة الأبحاث، وأهم شيء أنه صار في تحديث لبروتوكولات تشخيص كافة الآفات حسب نظم IPPC، وهذا ساعد على تطوير قطاع الأشجار المثمرة بشكل عام بلبنان وقطاع المشاتل بشكل خاص. يتم إدخال المعلومات التي نتجت عن عمليات المعاينة والمراقبة في أنظمة معلوماتية، وذلك بهدف بناء أنظمة معلومات لإدارة القطاع الزراعي، وهي أنظمة ضرورية ومطلوبة. وتشتمل البيانات التي يتم إدخالها على المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً والمبيدات والبذور والمشاتل والأسمدة. المشروع نفذ مجموعة من النشاطات يمكن نعتبرها جديدة كوزارة الزراعة. أهم هالنشاطات كانت مثلاً طريقة إعداد دليل الحقل، موضوع مكننة المعلومات المتعلقة بالتفتيش على الغذاء، بتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، وعملية الرقابة على مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات زراعية. تمكنت منظمة الفاو على مر السنوات من تحقيق أكثر من 250 إنجازاً في لبنان، وتساهم هذه الإنجازات في استدامة الأرض وبقائها للأجيال القادمة. المشروع فتح عدة نوافذ لأطلاق مشاريع مستقبلية جديدة. لبنان is a magic land
and all its product, agricultural product, might be excellence product. And for this, Italian cooperation is supporting the Ministry of Agriculture also for exporting market. Il est particulièrement intéressant de noter que le projet a pu rapprocher les pouvoirs publics de la profession, ce qui est un élément important, de connaître une expertise de très haut niveau et d'avoir donné naissance à deux projets financés par la FAO qui traitent des semences et plants, la filière semences et plants, et le Comité national du Codex libanais dans le cadre de son renforcement. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement italien qui a quand même participer financièrement à la mise en œuvre de ce projet, avec le souhait que tous les acquis issus de ce projet puissent être consolidés dans le cadre d'un projet qui serait peut-être la deuxième phase. الأرض ملك للأجيال القادمة. إنها إرث لجميع الأولاد اللبنانيين ولأولادهم من بعدهم.